تعرف على طريقة كيفية حل مشكلة تعطيل التطبيقات، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعد أن قم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم قم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على اليوتيوب خاص بكم. بعد أن قم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري. بعد أن قم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعد أن قم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. ثم نقوم بإيقاف إعادة تشغيل البلوتوث خاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.